كنت متوقع انقاك هنا. انت جيت؟ طبعا. ليش عبالك راح تخلص مني؟ صورتك بعد ما تجي. لا ليش؟ او من جابك اللي هنا؟ تتذكر ذيك السنة جبتك فيها اللي هنا؟ ليش انا نسيت؟ شنت وقتها كلش عصبي. او قوة قلت لك اركم وجبتك اللي هنا. هو انت لو محلفني بروح امي ما كان جيت وياك. ايه امي. امي هي اللي علمتنا على هالمكان وخلتنا نحبه. صدق بالمناسبة امي تسلم عليك هواي ومشتاقة لك. انا ام العباس. بس انت تعرف بعد اعرف اعرف. المهم وقتها من جبتك هنا قلت لك خلني اتعاتب. صح انت اكبر مني بساعة بس اكبر مني بالصبر. يعني تحملت عصبيتي هواي. اكبر منك بساعة يعني اكبر منك بعمر. تعرف ليش ما مزعلك فد يوم؟ ليش؟ لان الاخوان مروح وحدة. تدري ليش الامام الحسين والسيدة زينب عليهم السلام انكسر ظهرهم على ابو فاضل؟ وليش ابو فاضل ضحى بنفسه على موتهم؟ ليش؟ لان الصديق والزوجة وكل شخص حولك ممكن يتعوضون. ان الاب والام والاخ والاخوت اذا راحوا ما يتعوضون. لذلك ما يصير الواحد ينام واخوه زعلان وما راضي عليه. وانا افتهمت غلطتي ولهالسبب كل خميس اتعنى واجيب. مشتاق لي اكثر مما تتصور. تتذكر ايش قلت لك وقتها هنا أنا بنفس المكان؟ قلت لك ما نسيت. يعني بعدك حافظ الوعد؟ اي وقتها قلت لي اذا تشتاق لي بيوم تلقاني هنا أنا. وإذا ما تلقاني راح تشتم ريحتي. ولهالسبب دريت فيك هنا وجيت. ليش هنا بالذات؟ على مود نشتم أفر أبو فاضل إني تعلمنا من عنده معنى الخوة. أنا كل خميس أتعنى وأجيك بس ما أنقاك هنا وأرجع. تعرف صار عندي أصدقاء جدد وقاعد أتعرف وأتعود عليهم. مساري ما شبعت منك ومرات أختنق أوجه لهنا أقول بلكي أشوفك. قلت لك إذا تختني وتشتاق لي تعال لهنا واشتم أطرب وفعلا وترتاح. ولهالسبب إجيت هنا على مون دفن. على مود أقول لك أعذرني يا عباس. يا أبو فاضل عفو يا عباس خوش أفو واريد أمانة يا أبك.